إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. مسجد نوف عبد الرحمن القضيبي وفقه الله تعالى بني هذا السرح المبارك في مدينة دجكوت بباكستان. بحمد الله وتوفيقه تم افتتاحه، حيث يعتبر هذا المسجد من أهم المراكز الإسلامية في مدينة دجكوت. يقع هذا الجامع على مساحة إجمالية تقدر 200 متر مربع. يسع هذا المسجد ب200 مصليا تقام فيه صلوات المفروضة وصلاة الجمعة، وكذلك خطب ودروس الدينية. وكذلك يحتوي مسجد على بئر ومواضي ودورات المياه. قد جاء بناء هذا المسجد في وقت كانت المنطقة بأمس الحاجة إليه لنشر الدين الصحيح ونبذ الشرك والبدع والخرافات، حيث يستفيد منه ما لم يقل 500 بيوت في هذه المنطقة والقرى المجاورة لها. نسأل الله تعالى أن يتقبل ممن كان سببا في بناء هذا المشروع المبارك، وأن يجزيهم خيرا، وأن يجازيهم ببيت في الجنة، وأن يخلف عليهم خيرا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.